بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. خلونا نبدأ جولتنا الرياضية مع منتخب مصر الناشئين اللي خسر امبارح من المنتخب المغربي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة. المنتخب الأولمبي انتظم في المعسكر المغلق اللي بدأ امبارح في اسكندرية، وده تحت قيادة المدير الفني البرازيلي ميكالي، وفي أول يوم له ضمن الاستعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا واللي هتتحدد المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ميكالي عمل محاضرة بالفيديو للعيبة شرح خلالها نظرية الهدف من التدريب، وبعد المحاضرة قامت اللعيبة وطبقت أفكار ميكالي خلال فقرات التدريب، وبدأ التدريب بعمليات الإحماء تحت قيادة ليوناردو مخطط الأحمال. البرتغالي فريرا المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون بيدرسوا في الوقت الحالي فريق الهلال السعودي علشان يحدد قوة وضعف الفريق، وده قبل المواجهة المرتقبة للزمالك مع فريق الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر على كأس لوسيلا في قطر. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في فريق النادي الأهلي طلب من الجهاز الإداري تجهيز معلومات وتفاصيل كاملة عن مباريات اتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي اللي هيخوضها الفريق في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا للنسخة الجديدة، وهيلعب الأهلي مع الفانز مع الفائز منهم في دور الـ 32 من البطولة القارية. عبد الحفيظ هيجهز ملف شامل عن الفريق الفائز من مواجهة الدور التمهيدي علشان يقدمه للمدرب الجديد للأهلي اللي هيتولى المسؤولية خلال اليومين اللي جايين. محمد النني لاعب نادي أرسنال خلاص بقى قريب جدا من الغياب عن معسكر المنتخب مع البرتغالي روي فيتوريا، واللي هينطلق يوم 13 سبتمبر ولحد يوم 27 من نفس الشهر. واصبحت فرص انني للحق بمعسكر المنتخب بعد تصريحات المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال، واللي اعلن فيها لجماهير الجانرز عن مده غياب الدولي المصري بعد تعرضه للاصابه واللي هتكون لشهور. النجم المصري محمود حسن تريزيجيه قدر يقود فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز صعب على فريق عمراني سبور بهدف نظيف، ده في المواجهة اللي جمعتهم امبارح في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري التركي، وجه هدف فوز طرابزون سبور عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 60 من اللقاء. أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع الظهير الأيسر ماركوس ألونسو في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عام واحد، ده بعد ما فسخ عقده مع ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي. وأكد بيان برشلونة أن ألونسو هيوقع على عقد لحد 30 يونيو 2023، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي في عقده بمبلغ 50 مليون يورو. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، وهرجع مرة تانية لجمانة وأحمد عشان نكمل معكم فقرة صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا.